في العيد الدولي للشغل النقابات العمالية تحتفل وعمال شركة سنيم يدخلون في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة. إعادة تشكيل لجنة الانتخابات موضوع مفاوضات متجددة بين تحالف المعارضة الديمقراطية وبين الداخلية الموريتانية. بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العاصمة البوركينابية واغادوغو تحتضن قمة استثنائية لدول مجموعة الخمس في الساحل. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط، السلام عليكم. نظم عدد من النقابات العمالية الموريتانية صباح اليوم مسيرات للاحتفال بالعيد الدولي للشغل الذي يوافق فاتح مايو من كل عام. واستعرضت النقابات العمالية عرائضها المطلبية في مهرجانات خطابية نظمت على هامش المسيرات الاحتفالية بالعيد الدولي للشغل. محمد أعمر بلون. على غرار العالم خرجت الشاغلة الموريتانية في اليوم العالمي للعمال فاتح مايو، حملوا شعارات ظاهرها أقمشة وحروف ملونة وباطنها هموم تنوء بالعصبة أولي القوة، رواتب هزيلة وعقود وهمية إن وجدت، وأسعار مرتفعة لا تبقي ولا تذر للعامل شيئا من راتبه، ومنهم من لم يتفهم وضعيته العملية رغم سنوات من العمل في قطاعه. نحن نحيي هذا العيد، عيد الشغيلة الوطنية، وبالنسبة لنا نذكر معاناتنا، 8 سنوات من المعاناة ضمن لا حالة غير قانونية. نطالب بتسوية وضعيتنا، وبالنسبة لنا نعد عند البرنامج برنامج كان يحافظ على ياسر منه، كان موجه برنامج كان أولا سياسي وعاد برنامج اجتماعي، ونطالب بالسلطات تسوية وضعيتنا القانونية. عرفتهم طرقات العاصمة يسعون بين مقراتهم وأماكن إقامة مهرجاناتهم في الأول من مايو شهر العمال. كسروا روتين الحياة بأناشيدهم، منهم المعلم الذي يئن تحت وطأة البعد والضعف المادي، والطبيب الذي يشتغل في خطر لا حدود له، والبناء والسباك وغيرهم. وحدتهم المعاناة صعوبة وجود حل لمشاكلهم. خلدنا فاتح مايو تحت شعار خلق وحدة نقابية قادرة على تحقيق مطالب العمال. من أهم المطالب اللي عندنا في الاتحاد هو تحقيق وجود نقابيين متحدين من أجل فرض وجودهم، لكنهم يخلقوا ظرفية أرضية صالحة لتجسيد حقوق العمال اللي هم أصلا وعدلوا من أجلها. وبذي الرواية لأننا مطالبين ومتعاطفين مع المجموعات المظلومة المضطهدة في الإطار في اليوم اللي معروف بسانحته. لا وجود لفرص عمل تقول النقابات، والقوانين لا تحمي العامل الذي يعاني من الضرائب المجحفة التي بات العامل يحصل لأجلها بدل أسرته، والشركات الأجنبية تأخذ من العامل ما لا تعطيه وتسرحه كيف شاءت ومتى شاءت، بل تبدله عاملا أجنبيا على مرأى ومسمع من الدولة. تقول النقابات الرافعة للشعار أنصف العمال. نعلم اللي تضامن في التنسيقية النقابية العمال الموريتاني مع جميع العمال كاملين وواقفين من أجل تحقيق مطالبهم، وقدمنا عريضة مطلبية قايلين نحن على عنها مدروسة وعنها فيها جميع محل إجماع العمال الموريتانيين، بين اللي ما خلينا منها الشيء وشنو، وكانت محل نقاش المركزيات النقابية من 2019 ليلة ناقشوها في أروقتهم وجميع مركزيات موريتانيا. يأتي العيد الدولي على وقع احتجاجات عمالية في التعليم والصحة والنقل، وأكبرها إضراب شركة سنيم في الزويرات والذي وصل صداه إلى هنا. اليوم تنذر النقابات والعمال ما حملوا من أكدار خلال عام عسى أن تعيها أذن واعية. كانت هذه الطرقات شاهدة على مسيرات راجلة تعددت فيها الشعارات، لكن الهدف واحد هو إعادة الحياة للعامل الموريتاني الذي بات لا يتنفس أكسجين الحياة إلا مع الفاتح مايو كما يقول. محمد عمر بلول، الساحل تي في، نواكشوط. يواصل العديد من العمال في القطاع الحر
عملهم اليومي في تجاهل تام للمشاركة في عيد العمال الذي يقولون إنه لا يضيف أي جديد للعامل في موريتانيا في ظل ما يصفونه بصعوبة العمل وضعف الدخل المادي للفرد وغياب استراتيجيات للتحسين من ظروفهم. تقرير عائشة لالا. مسيرة عمالية يحمل فيها كل قطاع شعارات ترصد ما يعانيه ومطالب يأملون من الجهات المعنية أن تتخذها بعين الاعتبار، أمل فقده آخرون فقاطعوا تلك المسيرة ولم يعترفوا بميزة هذا اليوم الذي لم يضف لهم أي جديد على حد تعبيره، ليداوموا في عملهم ككل يوم دون المطالبة بأي حق بعد أن بات رفع الشعارات والسير في مسيرة عمالية مجرد مضيعة للوقت كما يقولون. كمل مرة نمشي فيه هذا كامل لقال ما أجبرنا في نتيجته ولا أجبرنا فيش ولا أجبرنا فيته، سمعت لا يقولوا لنا شيء ولا يعدلوا لنا، لكن أجبرنا فيته نحن كاملين راينا هنا تا ما يعودوا قاعدين هنا تا عاطلين عن العمل، سمعت أعمالنا فر ما هنا تا خاسرين ذفر ولا نجبرنا في شنو فايدة فيته ما أجبرناها، سمعت دا أقول بينا إحنا راينا قاعدين هون وحاصرين هون، لكان في فايدة ما نودوا قاعدين نمشي مع الناس نحتفلوا معهم، سمعت قال ما أجبرنا سيفنا نحتفلوا فينا قاعدين هنا تاتوا حانوا مولانا. في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على عمل ينأى هذا العامل بنفسه بعيدا عن أي قانون أو حق سيمنعه من مزاولة عمله الذي يقتات منه يوميا. بس كده قاعد ما يقدر يمشي خليه يالو تركته ما يمشي يوكل بس إنه قاعد ماشي تبع حد يود عنده شيء إيه قاعد ما عنده شيء ما يقدر ماشي بس عنده مرة عنده تركه ما يقدر ماشي أنا تبع ها إيه أقول مشكلة كان ما يقدر يمشي إيه عندي تركيا عندي مرا ما يجد تماشي تتبع الكمسة ما هو شيء مهم ما يدخل شيء ما يتبعها تبع شيء. يوم عمالي استبدله هؤلاء بالتذمر من واقع العمل الذي لا يتغير في دائرتهم من البطالة إلى أعمال لا تبعد عنها مسافة كبيرة. العمال اللي نجوا رافدين اللافتة كم من مرة فدناها انظرت القاية عدلنا اللي أنا سكت بقضوا نهار لآخر لين وعدل من كل سنة، سمعت من كل سنة يقولون نحن يد العامل هون شعب الموريتاني شعب طموح شعب جدي شعب حقيقي وشعب يعرف الشغلة كاملة تبارك الله سواء في أي شغلة أي إطار. ويبقى واقع العمل في موريتانيا بين مطالبين بتحسينات ومشتكين في مسيرة عريضة وآخرون مقاطعون لكل تلك الطقوس التي سئم تأديتها كل عام دون أي نتيجة كما يقول حالهم. عشرة لمسيدي لقناة الساحل نواكشوط. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو محمد الحسن والمحمد فاضل فني تخدير وإنعاش عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. ما هو العنوان الأبرز الذي يوحد مطالب الشغيلة في عيدها الدولي إلى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر قناة الساحل على هذه الإضافة الكريمة، شكرا. أخي الكريم، المنظومة العمالية في موريتانيا ذات طابع واحد تتقارب من ناحية ظروف العمل، تتقارب من ناحية الرواتب الزهيدة. يا أخي، المنظومة مؤلمة، واقع العمال واقع مؤلم مقارنة مع ارتفاع الأسعار، مقارنة مع صعوبة ظروف العيش داخل هذا الوطن. لذلك صور معايا القراي المعلم يدرس 30 ساعة في الأسبوع ومع ذلك لا يزيد راتبه على 90,000 أوقية. 90,000 ما تقدر تعيش اليوم إنسان سوي، الأحرى إلى عادل لإنسان عنده عائلة ويعيل عليها ولديه أطفال وأسرة وما إلى ذلك. صور معايا ذا الجهد اللي ذا هو مقابل ذا الراتب، بالتالي هذا ما لا يتماشى مع مؤسسة ومع قطاع تعليم وقطاع كذلك قطاع الصحة. فيه بعض من الممرضين يعمل واحد 24 ساعة مقابل 2000 وقية، أي معدل 200 تقريبا، والله 100 وشوي للساعة. ممرضين بعض الممرضين يعمل في ظروف صعيبة 24 ساعة من المداومة مقابل 2000 وقية،
ومقابل 2500 لا هي يجبرها. كيف يتم ذلك؟ هؤلاء يعني غير دائمين يعني؟ لا لا، هذو موظفين للدولة. موظفين للدولة، لكن علاوة المداومة لديهم 2500 توقيع. يا أخي سابق ندخل ذا البرنامج اللي هو اتصلت على إحدى السيدات وسولت إياك نعود أمين معاكم أنتم عن العلاوة التجبر كعلاوة الخطر اللي إحنا نطالبوا بيها وراتبها. قالت لي أنا نخلص 45,000 بينما علاوة الخطر عبارة عن 5,000 و6,000. يغير للأمانة قالت لي طالبتك غاية لا تذكر ذي الفئة اللي هي نظرا لمشاعرها. تصور معايا موظف في القرن العشرين، القرن 21 يتقاضى 45,000 فوقية. 45,000 ما تجيب إيجار منزل اليوم. معنى عنها ظروف متقاربة، العمال كاملين وظروف صعيبة، وهذا واقع لا بد يتغير. نعم، لكن وزير الوظيفة العمومية سيدنا علي والمحمد خونا في خطابه الماضي أكد أنه تم تسوية وضعية العمال غير الدائمين وأن الحكومة قيد تنظيم اكتتابات بهذا الخصوص، هل ستشملكم؟ أخي الكريم، هو أعطى رقم معين قال علينا الدولة له تعتمده، وقسم ذاك الرقم ذاك وشر مؤسسات تابعة للوظيفة العمومية. وحسب المعلومات اللي عندي على انقطاع الصحة جابر منها 265 265 له نديرك شوي في الصورة. نحن عندنا أكثر من 2000 ممرض وقابل عاطلين عن العمل موجودين في سوق العمل. 265 باش كافية الممرضين. عندنا فنيين ذهم موجودين هون بينما نحن نتعاقد مع فنيين في الخارج ونعطوهم مئات الالاف، واحنا عندنا عمال قادين يقدموا لنا هذا التخصص اللي احنا نحتاجه. عندنا اطباء اجانب، عندنا اطباء ما هم مكتتبين، عندنا اطباء اسنان، عندنا فني صناعه تكنولوجيا، عندنا فني تكنولوجيا صناعه الاسنان غير مكتتبين، عندنا عمال دعم غير مكتتبين. نحن نحتاج بعد قاع لإصلاح هذه منظومة القطاع، أي قطاع منظومة العمل الموجودة للأسف الشديد تحتاج لإعادة برمجة، تحتاج لأنها تخرص بالمعيار السليم. ما نبغي نطول عليك أخي الكريم. نعم نعم، أنت تتحدث هنا عن، لا تتحدث فقط كطبيب بل تتحدث باسم كل العمال، هل ما يحصل عليه العامل الموريتاني الرسمي يوازي ما يقدم من خدمة عمومية بغض النظر عن ما ذكرت عن قصة يعني هناك بغض النظر عن ما قلت عن العلاوات وعن الممرضين كذلك؟ أبداً لا يوازي عشر ما يقوم به. الموظف في موريتانيا يعمل في ظروف صعيبة، ظروف العمل صعيبة 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 صعيبة، يعمل كعمل 10 أشخاص. لذلك هذا الراتب لا يوازي عشر ما يقوم به. صور معايا كيف قلت لك، لهي نضرب لك المثال، بعض الزملاء في المستشفيات الواحد يفوت 24 ساعة هو مداوم. راهي ذيك 2500 لا يجبر فيها غداه فيها عشاه في صور معايا نقل إلى اللي دارها في النقل وإلى اللي دارها باطل شيء عوض له هو طاقته، 2500 إيش لا يبقى له منه. معناها عن هذا إلى نخرص يتماشى مع القطاعات الأخرى، وإلا أني عندي ما عندي صورة عنها هي خلفية، يغن نعرف عن الظروف تتقارب وحقيقة أعلنها شيء مؤلم. بالتالي لا بد. كسؤال أخير مثلا، هناك الكثير من النقابات العمالية، أكثر من 35 نقابات، أعظمها ربما أو أهمها الاتحاد العام للعمل، يعني كثير من النقابات، حتى الآن لماذا لم تصلوا إلى هدف معين يمكنكم الخروج بعريضة مطلبية موحدة دون هذه الخلافات الكثيرة؟ لماذا؟ أخي الكريم، مع تعدد النقابات الموجود خصوصا في قطاع الصحة الأهداف واحدة، هي وضع العامل الصحي في ظروف، لكن هناك خلافات دائما. لا يهم، المهم النتيجة. ليست هنالك خلاف بمفهوم الخلاف،
هناك الساحة تقتضي تعدد النقابات وهذا في قطاع، لكن الهدف والمطالب موحدة. شكرا. لذلك أخي الكريم، قبل أن أنهي الكلام كعضو لجنة للاتحاد لم يعدنا باختصار للعمل والصحة في موريتانيا، هذا الائتلاف النقابي الذي يتكون من عدة نقابات لديه مطالب، واليوم بالتحديد عيد الشغيلة خلده تحت عنوان يوم الغضب، لأن العامل في ظروف صعبة، لأن العامل مل المواعيد العرقبية، مل الكذب، مل المماطلات، العامل في موريتانيا يعيش تحت خط الإهانة، خط. شكرا. لذلك لدينا مطالب أود أن أذكرها باختصار. باختصار أخي الكريم، لا بد من تعميم علاوة الخطر ووصولها إلى الدرجة التي تم الاتفاق عليه. هذا ليس أول بروتوكول تم الاتفاق، فقد تم الاتفاق بعدة بروتوكولات، لكنها كانت عبارة عن لعيب للوزارة، لعيب عبارة عن كذب. لذلك نرجو تلبية المطالب قاطبة، وأهمها الاكتتاب وتعميم العلاوات وزيادة الرواتب. شكرا. واتفاق وبنود الاتفاق التي تم عليها الاتفاق. لذلك نعطي رسالة نأمل أن تتحقق هذه، نعطي رسالة أخيرة للحكومة، وهي أن الساحة وصلت إلى درجة الغليان وهنالك خطوات. شكرا. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. محمد الحسن والمحمد فاضل، فني تخدير وإنعاش، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، كنت معنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا لك. شكرا. الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم ليلة الثلاثاء والأربعاء إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة في المنشآت التابعة للشركة وفي مدينتي نواديبو وزويرت شمالي موريتانيا. وكان المدير العام للشركة حسني والعلي قد انتهى في وقت سابق من ليلة الثلاثاء والأربعاء من اجتماع مع مناديب عمال الشركة في نواديبو دون التوصل إلى نتائج. إن عمالا يعيشون ظروفا صعبة ناشمة عن سياسة تنتجها الإدارات المتعاقبة بحجج نقص التكاليف في السنوات الماضية التي شهدت انخفاضا في أسعار خامات الحديد. هذه المبررات التي يقدم المعامل قد يفهم العمال رغم أنها تمس مباشرة وتؤثر سلبا على مداخلهم الشهرية، وذلك لأنهم موضوعيون ويقدمون استمرارية مؤسستهم على كل شيء. رغم هذا الإنتاج وهذا التفهم من طرف العمال، فإن المعامل يستمر كل سنة في تقديم نفس المبررات متناسيا الجهود المبذولة من طرف العمال من إنتاجية وتفهم رغم تدني قدراتهم الشرائية. نتابع فيما يلي توضيحات الصحفي سيد أحمد والمبكر سيره مدير موقع زويرات ميديا من مدينة زويرات. يحتفل عمال سنيم اليوم بعيد العمال الدولي في ظل تنفيذ تهديدهم المتعلق بالتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة، حيث توقفت حركة القطارات بشكل تام وتوقف عمل المصانع، فيما لم يبقى في مواقع الإنتاج سوى 45 عاملا يعملون لصالح الشركة عبر شركات وسيطة، وحوالي 30 من العمال المتقاعدين الذين أبرموا في السابق عقود عمل مع الشركة. ورغم أن هؤلاء العمال قد يكسرون الهدوء في تلك المواقع، غير أنه ليس بإمكانهم تعويض أكثر من 800 عامل كانوا يعملون في تلك المواقع. لذلك الإضراب شل عمل الإنتاج الخاص بالشركة في المدينتين زويرات ونواديبو، وأوقف عملية شحن البواخر في الميناء المنجمي. إذن هي أزمة حقيقية تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والمسؤولية من لدن الطرفين. ويمكننا أن نقول بأنها جرت بعض المحاولات التي يمكن وصفها بالخجولة من أجل حلحلة الأزمة، لكنها باءت بالفشل حتى الآن.
ومن بين هذه المحاولات اجتماع عقده المدير العام للشركة بمنادي بعمال المواذيبو ساعات قبل بداية الإضراب، دعا فيه عمال المواذيبو إلى مواصلة العمل وعرب عن عجز الشركة عن تلبية مطالب العمال، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له في هذا الوقت تتمثل في اقتناء الآليات المنجمية، وأنه إذا ما تحقق هذا الهدف وتضاعف الإنتاج سيكون جاهزا لمنحهم امتيازات مادية، إلى أن المناديب أي مناديب المواذيبو أبلغوه أن مفاتيح الأزمة هي لدى مناديب الزوالات، أي أن الحوار والتفاوض مع مناديب الزوالات ومحاولة إيجاد حل يرضي مناديب الزوالات سينهي الأزمة في المدينتين. هذه هي صورة هذا اليوم من مختلف الجوانب. استأنفت لجنة التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة في 30 أبريل لقاءاتها الدورية مع وزير الداخلية واللامركزية أحمد والعبد الله، وسلمت اللجنة خلال الاجتماع مقترحا بقبول إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يعطي 3 مناصب في لجنة التسيير لأحزاب المعارضة. كان كما طالبت المعارضة بإشراكها في اللجان الجهوية والمركزية التابعة للجنة. وتعثرت مفاوضات بين المعارضة والحكومة منذ أكثر من أسبوع بعد تراجع الحكومة عن عرض تضمن منح المعارضة 5 أعضاء في اللجنة. نظمت اللجنة الوطنية للشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نشاطا تحسيسيا في العاصمة نوكشوط. النشاط استهدف التعبئة حول التسجيل على اللوائح الانتخابية. اللي متاح هذيك الطرق حالا التسجيل على اللائحة الانتخابية. نتصل بالأقارب والجيران والأصدقاء والناس كامل اللي مسجلة من مناضلي الحزب وداعمين ورشح، نطلب منهم عنهم يسجلوا لياك يضمنوا عنهم لا يصوتوا يوم الاقتراع بحول الله قوته. والناس اللي ما كانت في السن القانونية نأكدوا عليها ونطلبوها ونحثوها على التسجيل لكانت تشارك معانا البناء موريتانيا آمنة مستقرة مزدهرة. انطلقت في العاصمة البوركينابية واغادوغو قمة استثنائية لدول مجموعة الساحل الخمس بمشاركة قادة دولها الخمس، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تؤدي زيارة للمنطقة. عبد الله الناهي. قمة استثنائية لدول مجموعة الساحل الخمس بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تؤدي زيارة للمنطقة تشمل 3 من دول المجموعة، هي بالإضافة إلى بوركينا فاسو النيجر ومالي. المستشارة الألمانية تؤدي ثاني زيارة للمنطقة خلال 8 أشهر، وهو ما يرى فيه مراقبون تزايدا للاهتمام من قبل ألمانيا التي تشارك بألف جندي في القوات الأممية الناشطة في إحلال السلام، ومن المقرر أن ترفع عددها إلى 1100 جندي خلال الفترة القادمة. دعم القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس وتعزيز جهودها الرامية لتوفير الأمن في المنطقة تحت المظلة الأممية ومحاربة الجماعات المسلحة ملفات من ضمن أخرى سيشملها النقاش بين المستشارة الألمانية ومضيفها الأفارقة. هذا وحصلت مجموعة دول الساحل الخمس على تعهدات دولية بتمويل مشاريعها التنموية وصلت لنحو 2 مليار يورو وفق ما أعلن عنه في ختام مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لدول الساحل الذي احتضنته العاصمة نواكشوط، في حين ما زالت القوة العسكرية المشتركة تبحث عن دعم مالي ولوجستي طال انتظاره. الآن إلى الاقتصاد مع العالية مسعود. أهلا بكم مشاهدينا إلى جديد الاقتصاد.
وقع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولدايا مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحسين الولوج إلى المياه والصرف الصحي في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، ويبلغ التمويل المالي للمشروع 11 مليون و850 ألف أورو، أي ما يعادل حوالي 485 مليون أوقية جديدة. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوضين والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير مياه الشرب والصرف الصحي. أعلنت الحكومة التونسية اليوم عن زيادة في رواتب العمال في القطاع الصناعي والزراعي ورواتب مئات الآلاف من المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5% بهدف تهدئة التوتر المتنامي في البلاد. وكان آلاف الأشخاص قد تظاهروا الاثنين في مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم. أصدرت وزارة المياه المالية المصرية اليوم بياناً بتخفيض سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية غير الأساسية إلى 17.24 جنيهاً خلال مايو الجاري مقابل 17.385 جنيه إبريل المصرم، بينما أبقت سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية. وبدأت المنافذ والموانئ الجمركية العمل بهذا القرار، حيث أرسلت مصلحة الجمارك قائمة بأسعار العملات الأجنبية التي سيتم العمل بها خلال مايو الجاري. تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 0.3%، أي ما يعادل 1278.92 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة إلى 0.4%، أي ما يعادل 1280.70 دولار للأوقية، بينما نزل السعر الفوري للفضة إلى 0.4%، أي ما يعادل 1400 بما يعادل 14.88 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76 سنتا، أي ما يعادل 1.1%، لتبلغ عند التسوية 72.80 دولار للبرميل، بما صعدت للأعلى مستوى في الجلسة عند 73.27 دولار. وفي الأسبوع الماضي تجاوز برنت 75 دولارا مسجلا أعلى مستوياته في 6 أشهر. نهاية الاقتصاد، عودة إلى ما تبقى من النشرة. شكرا لك يا عليا. الآن إلى عماد أحمد بابا وأخبار الرياض. أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا الرياضية من الساحل تيفي. قال رئيس نادي FC تفرغزين موسى والخير إن ناديه وقع اتفاقية شراكة مع شركة إسبانية تنشط في مجال تسويق وبيع لاعبين في أوروبا. والخير أكد أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها عدد من اللاعبين بالفريق الذين سيحصلون على فرصة لعرضهم في إسبانيا على الأندية الراغبة في التعاقد معهم. خارجين أندية موريتانيين وقعت معهم وتفرغزين من ضمن ذيك الأندية، لأنهم هما كاع هما اللي طلبوها، قالوا على أنهم تفرغزين عاجبهم نموذج النادي اللي معدرين هون، الإكسبيريانس اللي معدلة تفرغزين عاجبتهم، وبالتالي وقعوا مع تفرغزين. درنا 7 لاعبين والله 8 من الشبه والصغار اللي عندنا في لا بلاتفورم اللي عندهم، لاش لهي نوقعوا ان شي يقولوا له ان كونترا دي بريفيرونس بين مع بيننا مع انديه كبار اسبانوليه وفرنسيه. ذاك لو كونترا دي بريفيرونس شنو الين نعود عند تفرغ زين لاعب راف مده نادي يسوى هو شنو عليه يسبقهم فيه، قال لهم اللاعب الفلاني يدوروا نادي فرنسي يقارنتم عندكم الأولوية بكم اللي موقعين.
إلى أخبار كأس الأمم الإفريقية، حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد المعروف بالفار في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى بداية من دوري الثمانية في النسخة الجديدة المرتقبة بمصر 2019. وأوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي أن نظام الفار سيتم تطبيقه بداية من دوري الثمانية بهذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، وتقام فعالياتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. أشار المسؤول بالكاف إلى أن الاتحاد قرر تطبيق التقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة الفيفا. كانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الإفريقية قد حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام الفار. قال مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الفرنسي ألان جيراس إن المجموعة التي يتواجد فيها منتخبه بكأس إفريقيا إلى جانب موريتانيا ومالي وأنغولا ليست بالمجموعة السهلة على منتخب تونس كما يقول البعض. ألان جيراس وخلال تصريحات صحفية أشار إلى أن هذه المجموعة تحمل له بعض المشاعر المختلطة كونها تضم منتخب مالي الذي كان يدربه مؤخرا ويعرف لاعبيه بشكل كبير، كما تضم أيضا المنتخب الموريتاني الذي تربطه علاقة صداقة قوية بمدربه كورنتان مارتينز. مدرب المنتخب التونسي أكد في الأخير أن الهدف يبقى بكل تأكيد هو التجاوز إلى الدور الثاني من البطولة، مبرزا أن الحظوظ بالنسبة للمنتخبات الأربعة في التأهل للدور الموالي تبقى متساوية خاصة في مسابقة بحجم كأس إفريقيا. تعرض الحارس الإسباني كار كازياس صباح اليوم لإصابة بأزمة قلبية حسب تقارير برتغالية. تعرض الحارس الإسباني للأزمة القلبية خلال التدريب الصباحي لفريقه بورتو البرتغالي ونقل على الفور إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب. ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن كازياس أجرى عملية جراحية وابتعد عن مرحلة الخطر، حيث يتوقع أن يغيب عن المباريات المتبقية من الموسم الجاري لفريقه بورتو البرتغالي الذي يقضي معه موسمه الرابع وحقق معه لقب الدوري الموسم الماضي. كشف تقرير إخباري عن سعي إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات الدولية الإسباني دافيد ديخيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزية. وقالت المصادر أن البي اس جي عرض على ديخيا أن يكون أغلى حارس مرمى في العالم حال انتقاله لبطل الدوري الفرنسي براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو. أوضحت أن المفاوضات الجارية حاليا لم تثمر عن اتفاق، إلا أن الظروف قد تكون مواتية لرحيل ديخيا، خاصة وأن عقده سينتهي مع الشياطين الحمر في صيف عام 2020. وحال عدم رحيله في الصيف المقبل سيكون بإمكان ديخيا التفاوض بشكل حر مع أي ناد بداية من يناير المقبل. ختام الجولة الرياضية في أمان الله. شكرا لك عماد. وبختام الرياضة نختم أخبار الساحل تذكير بالعالم. في العيد الدولي للشغل النقابات العمالية تحتفل، وعمال شركة السنيم يدخلون في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة. إعادة تشكيل لجنة الانتخابات موضوع مفاوضات متجددة بين تحالف المعارضة الديمقراطية والداخلية الموريتانية. بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العاصمة البوركينابية واغادوغو تحتضن قمة استثنائية لدول مجموعة الخمس في الساحل. نهاية النشرة، أشكركم، إلى اللقاء.